فرنس كرواوس حصلا على الجائزة في العلوم لتمكنهما من الحصول على ومضات ضوئية دقيقة من ارتطام أجزاء من الذرة. التقرير التالي من الرياض يشرح ما توصل إليه العالمان من إنجازات. يعتبر قسم كبير من العلماء في العالم أن جائزة الملك فيصل هي الجائزة التي تلي مباشرة جائزة نوبل في قيمتها العلمية. التكريم يصل مجموع جوائزه إلى مليون دولار ويضم طائفة من أبرز العلماء في مجالات مختلفة من بينها الطب والفيزياء. بول كوركوم من كندا وفرانسيس كراوس من النمسا حصلا على جائزة العلوم لقدرتهما على توليد ومضات ليزر قصيرة للغاية ناجمة عن اصطدام أجزاء من الذرة ببعضها البعض. هذه الومضات تنطلق بسرعة أطلق عليها الأوتو سكند، وهي جزء من عدة مليارات أجزاء من الثانية. والإلكترونات تتحرك داخل نواة الذرة في خطوط متعرجة، ويؤدي التحكم في حركتها إلى تحركها في خطوط مستقيمة. ومن أهم التطبيقات الناجمة عن ذلك عمليات الحوسبة الكمية، عملية سينجم عنها استخدام أجهزة كمبيوتر أسرع كثيرا من الكمبيوترات الحالية، كما يمثل ذلك ثورة جديدة في عالم الأجهزة الكهربائية، وتمهد لظهور أجهزة طبية دقيقة للغاية. بول كوركوم يرى أن اكتشافه بنى على ما توصل إليه العالم أحمد زويل في اكتشاف حركة الأجسام الدقيقة في التفاعلات الكيميائية فيما يعرف بالفيمتوثانية. And that electron that comes out is pulled like a cork on a water wave out by the light pulse and back again. يندفع الإلكترون بهذه التجربة كموج البحر خارج الطيف الضوئي ثم يعود، وعندما يعود يصطدم بالأيونات ويحدث الوميض الضوئي، فهو اصطدام كهذا ولكن مع الضوء. وفي الطب فاز جيفري فريدمان مع دوغلاس كولمان بالجائزة لاكتشافهما جين لابتين المسؤول عن الشهية. والشهية وتناول الطعام يتصلان بوزن الإنسان، ووزن الإنسان قد يكون له صلة بما إذا كان يمارس الرياضة. لكن الكشف الجديد أثبت أن الرياضة ربما قد لا يكون فيها الحل لإنقاص الوزن. ويرى فريدمان أنه مهما بذل الإنسان من جهد بدني ليقلل من وزنه فربما لا يفلح في ذلك، لأن هناك عوامل جينية تتصل بالأمر. That's my hope. I think the path to new treatments is هذا ما آمله. الطريق نحو العلاج واضح، وهو معرفة الخصائص الحيوية لنظام الجسم الذي ترغب في علاجه، ومن ثم تطوير علاج له. أعتقد أن هذا سينطبق على البدانة. الاكتشاف تم اعتماده في إنتاج عقاقير طبية تستخدم قريبا في اليابان، وربما يتمكن الإنسان بسهولة من فقدان جزء لا بأس به من وزنه بمجرد تلقي علاج جيني. محمد طه، بي بي سي، الرياض. أخبار اقتصادية بعد قليل.